يو جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو رسم رضا معروف بالريد لاين في قناه اليوتيوب ديالو، اللي هو كيدير واحد الفلوغات متنوعين وزوينين ومحتوى ديالو زوين، ودوش معاه وقررنا اننا نرسمو ونتلاقاو ونديرو لاميت. وفي هذا الفيديو غادي تشوفوا كلشي ان شاء الله. وقبل ما نبداو، الا ما كنتش دير سبسكرايب، دير سبسكرايب ودير لايك ودير شير وليتس جو. ريد لاين هو واحد اليوتيوبر بدا لاشين ديالو في 2016. اول فيديو ديالو كان هو ديال انشارتد، كيلعب كيدير الجيمين، وكان كيحط الفيديوهات ديالو يعني عاديين عفويين في الجيمين، وكيدير عناوين بالفرنسي. من بعد ولا كينوع المحتوى ديالو، ومن بعد نضم واحد الشركه ديال الجيمين ولا كيلعب فيفا ومسابقات ديال فيفا. هنا كلشي غادي مزيان، عندنا محتوى زوين. حتى 2020 غادي يطرى لي واحد البلان، غادي تطيح حكومه 6 شهور، يكون بيه خير ما بيه ما عليه، حتى غادي تجي واحد يضرب لي واحد العرق ويطيح 6 شهور ومن غير فيق ما نيش عارف كيفاش يدوي. يعني بحال شي واحد ما عندوش عقل، بحال شي زومبي بحال هكاك. الدراري بلان خايب، و ومن بعد صافي ولا بخير لاباس ورجع ودار ولا كيدير محتوى متنوع، يعني كيستقبل بنادم عندو، كيدير فلوغ، كيدير بزاف الحوايج، يعني كيمشي على السيتاب ديال بنادم، السيتاب ديال الفان ديالو. وهذا هو ريد لاين. ودابا نبدا معكم الدردشة، نبدا معكم في مواضيع عشوائية، يعني غير داو صافي. فجاوني واحد الأسئلة، شحال كتاخد لي الرسمة؟ الرسمة كتاخدي على حساب ولا حسب الكاركتر اللي انا غادي نرسمها. مثلا كش غنرسم دري، مثلا دري عادي بحال هكا، بعد شي ياخذ لي الوقت بزاف، ياخذ لي تقريبا 20 ساعة بحال هكاك. الا كنت غادي نرسم دريه وانا شعر طويل، فكتكون تفاصيل اكثر ديال الدريه، حيت الدريه راه عندها ملامح كيكونوا عند فيها تفاصيل زوين. ملامح ديالي كيكونوا تفاصيل ديالها عميقة، وكون عندها الشعر فخاصك ترسم الشعر ديالها، وكياخد وقت كثير. فانا كنرتاح ارسم شي واحد صلاع، حيت ما كياخدش لي وقت بزاف، شي واحد بحال دراوك فهمتوني، شي واحد بقرع هذاك دغيا هذاك 10 السوايع 11 ساعة كتسالي لي الصلاع ديالو، داكشي كيلمع. وانا كنرتاح في السون كولور، السون كولور يعني كيفاش كترسم، وهادي مريح والدراري اللي كنرسمو غادي يفهموني. السون كولور فيه تفاصيل بزاف، وكتقرا الاقلام واش تي اش 3 اش 4 بيكات، فهمتي؟ فيه تفاصيل زوينه كولور، حيت ما تقريبا ما عنديش ماتريال بزاف، ما كاينش فيه تفاصيل بزاف. كنت عا كنش كنجر وملون، شي كيكونوا عندهم داك دغيا كيتهرسوا شي بحال الاقلام، كي كتنجرو مره واحده كيبقاو حتى الرصاص كيكون قاصح. فانا كنرتاح في السون كولور، وان شاء الله فيديو الجاي غادي نقدم لكم شي فيديو كرسم السون كولور شي حاجه، حكا نشارك معكم نشوفوا واش كلشي ولا غير انا. المهم نشوفوا واش الدراري كرسموا تما واش بحالو ولا لا. انا كترشح قدي رسم بالليل الدراري، علاش؟ غادي نقول لكم دابا علاش. بالليل كيطيح لي واحد الموت اللي خطير، كترشح قدي رسم بالليل حيت كيكون سقي فهمتوني، ما كاين صداع، ما كاينش بنادم، الخلق كلشي ناعس فهمتيني، بوحدك اللي عايش كترسم. ولكن انا كنضطر نرسم كم في الصباح ضروري، ضروري نبدا مع ديك الثلاثة الشوش باش ما نعطلش عليكم ثلاث الفيديوهات، ما نعطلش عليكم المحتوى، حيت المحتوى اللي كندير فيه انا كياخذ وقت بزاف، حيت كندير بوحدي، كنصور بوحدي، كنرسم، كندير مونتاج وكل شيء، وكن ايديتي. فانا كنضطر انا نبدا مع ديك الثلاثة ونبقى نرسم حتى الليل باش نطيح الرسمة تقريبا في 3 ايام، مسالة 3 ايام، وديك الساعة نصور رياكشن. ودابا نخليكم ارسم.
فمني سريت ارت وورك قررت اني نزيد واحد اللعيبات باش ما يجيش الرسمه تجي خاويه. فقررت اني نزيد ديك اللعيبات ديال النيون راه معروفين وقليل اللي كيديرهم، ممكن ولكن قليل اللي كيديرهم بحال هذا الستيل هذا. ودابا نخليكم مع السينيماتيك ووريكم كيفاش طلعت الرسمه كامله. بلاتي واش غديروا الارتوك الريد لاين بحال هكا باش نوريكم واحد اللعيبه بالمونتاج واعر. دابا مزيان ليتس جو. وحنا دابا الدراري يلا وصلنا لافا بلايس وحنا دابا في البحر وشو غادي تلاقاو معاه. That's pretty good. Nadia. ممكنش وارا بزاف. ريت عاتي كتعلق في الديكور بحالك هادشي الكادر تاعو. Nadia ماسي. برو شكرا بزاف والله. تبارك الله عليك على شفت داكشي اللي كدير في انستا ورا على ربع صح. ورا عندك شي زعما عندك شي حاجه اللي ماشي كلشي عنده باش ان اي واحد يقدر يصنع حالك بالطريقه هذه. وحتى الكونسيبت اللي كدير في لاشين يوتيوب ديالك راه واعر بزاف باش انك ترسم بهذا باش تمشي عنده وكذا راه زوين بزاف. حاول تحط ويدير فلوك واش الكونسيبت مهم؟ ولا راه جات زوينه هي اللي كندوي على هذا وي راه بحال هاد البلانات هادو راه ما يمكنش. شكرا بزاف والله لازمك تبارك الله عليك راك عارف. مرحبا. ياو الدراري والدريات شكرا لاي واحد وصلت لهنايا وكان هذا هو الفيديو ديالنا. وما تنساوش ديروا سبسكرايب ولايك وشير وتسناولي فيديو جديد. بيس